اللي بعده نحكيو عن النادي الافريقي. البارح شفنا بيان خطير برشا من مجموعه ليدرز، تقريبا مواصله من المشاكل اللي صارت في مقابله العمران بين ليدرز ودوجيرز. يبدو لي البارح شفنا بعد شفنا الاعتذار الاسبوع الفارط نتاع دوجيرز وفرحنا به، لكن البارح شفنا بيان خطير تصعيدي من المجموعه هذه. يبدو انه الشيء ما بشرش بخير في المقابلات القادمه. حاجة عادية، إذا كان هنا أنا رأي الحقيقة متاع ربي، معناها هما تو دي جروب تابعين النادي الإفريقي. إذا كان الهيئة ما تسرعش باش تقعدهم مع بعضهم وما تشوفش حل للوضعية هذه، خاطر رانا قاعد نحكيو على دو جروب مهمين في الفيراج متاع النادي الإفريقي. ونقول لك حاجة أخرى، راهو دو جروب هذوما كي يبداو مش متفاهمين في الفيراج، راهو تيران كامل ما يغنيش، راهو راهو الغناء نتاع جماهير النادي الافريقي يخرج الكل من الفيراج. رينا ماتش العمران من اللي بدات الاحداث ما سمعنا حتى غنايه، بشويه اجتهاد في البيلوز وما يتبعوهم جماعه لونسانت. الفيراج هو انت حكيت على الهيئه، فما امكانيه حسب المعلومات اللي وصلتنا امكانيه كبيره برشا باش يسكروا الفيراج في الماتش الجاي مش يقعد فيه حد. هذا اللي كنت نقوله انا، والهيئه مش تسعى لتسكير الفيراج، لازم تسعى. شنو هو دور الهيئه بربي هنا؟ هذوما دو جروب راهو ما تراوهم زياده في البيانات التصعيديه. انا ما راهمش لجروب هذوما، انا كي ندخل الستاد وراك الفيستيفال اللي يعملوهمنا وخدمه نتاع 20 يوم ونبداو نتفرج والعباد تصور، هذم الجروب نتاع النادي الافريقي. انا مشاكل راهي عاديه تصير في الجمعيات الكبار، تصير في التراجي، تصير في الليتوال. انا بالنسبه مش لي عاديه، مش عاديه، لا مش لا عادية. انا بالنسبه لي انا عاديه، ما تخليهاش عاديه اخويا، لا لا اللي صاير مش عادي. وزاد احنا ما لازمناش نوصلوا ولا احنا زاد بيان سور بيان سور احنا هنا موجودين دو جروب نتاع النادي الافريقي قراب لبعضهم، خدموا مع بعضهم، مازالوا باش يعملوا لنا دخلات القدام. ما نعرفوش شنو اصل المشكله، ان شاء الله ما تطلعش شخصيه ما بين العباد ما بين بعضهم، ان شاء الله تكون الانتيري نتاع المشكله هذه النادي الافريقي. ما نعرفوش شنو صاير. انا دور الهيئه هنا مهم برشا، هيكل تخيل لازم يجيب المسؤولين نتاع الجروب هذا والمسؤولين نتاع الجروب هذا ويقعدوا شنو المشكله وعلاش. حسب بين قعدوا برشا مرات واتفقوا، يقل يحكيوا على مصطلحات نتاع غدر وثأر ومصطلحات كبيره برشا. هنا ما على النيابه العموميه لا تدخل. إذا كان البيان هذا وصل قدام النيابة العمومية، شكون كتبه وشكون عمله، هذا راهو يمس من الأمن العام زادا، ومعاه زادا الفيراج كونه يتسكر حتى لين تهدى الأمور ويرجعونا للجروب هذوما ويمتعونا بالدخلات نتاعهم. أحمد والله أنا في قريت تقدير البيان. لا بيان خطير بصراحة، وبيان يعني لا يليق يعني بناس تنتمي إلى جمعية عريقة اسمها النادي الإفريقي. هو من المفروض الانتماء إلى النادي يغلب الانتماء إلى المجموعة. هو للأسف أصبح في فكر مجموعات، راه لا اقصد كان مجموعات النادي الافريقي، اغلبيه المجموعات تاع الانديه التونسيه اصبح يعني الانتماء الى هذا الفريق، معناتها مش النادي، الفريق، الى الانتماء الى المجموعه اغلب الانتماء الى الفريق. هذا ما تقوم به المجموعات هو يعود بالمضره ويعود بالضرر الكبير عن النادي. احنا وقت النادي الافريقي اصبح يتجه نحو الاستقرار، واصبح معناتها الفريق معناتها ولا تحسن على جميع المستويات، ولات الناس تحكي على المنافسه على البطوله، الا وتجي المجموعات معناتها تحول انظار الناس الكل الى هذا الصراع. يا اخي انت المجموعات على الاقل خلي يكون الصراع من اجل حب النادي، من اجل تقديم خدمه للنادي، من اجل تشجيع النادي، مش يكون الصراع من اجل معناتها شكون يكون خير ويكون عارك على حاجات تافهه معناتها في المدارج وتصفيه حسابات. يا خويا انقل معركتك خارج الملعب، انقل ما بعد معركتك على النادي، امشي تعارك البرة برا، امشي تنافسوا البرة. اما خلينا ما نشجعوش على الكلام هذا، ما نقولوش ماذا بينا. لا يحبوا يتعاركوا المجموعات، لا ما يتعاركوا. لا لا شوفوا حل النادي، ما فما حتى حل. الكلام اللي قاله مختار معقول، شنو يمشي يقعدوا تفاهموا، شنو يمشي يتعاركوا البرة، ما يجيش تم هكا. اي ما انت اذا كان يا احمد هما بتفيتوا بيتعاركوا البرة، مش يستناوا في هو العارك راهو يوميا تسمع في البلاصه الفلانيه نسمعوا عارك حوم ولا عارك حوم وراهو تخرج فيها صلحة كبيرة، معناها الحقيقة رينا عارك معناها تصوروا وريناهم لهنا. الحقيقة متاع ربي لازم يقعدوا، الهيكل تقيل عنده مهمة كبيرة توا، لازم يركح على الجروب هذوما. راهو النادي الإفريقي بلاش جمهور في رادس تولي أون ديري، لا عملت دي ريكروتمون ولا عندك جوارات. جمهور النادي الإفريقي كبير، وراهو اشتر الماتشوات في رادس يتربحوا بجمهور النادي الإفريقي. سي ريفا ظهر العباد هذوما جينيراسيون جديدة ذي اللي طالعة، تحس الجروب نتاعهم أهم من الجمعية، معناها حس يدافع على جروب واكثر من مصلحه الكلوب مثلا ولا الاسبيرونس. الكل حتى الاسبيرونس والجروب بتاعها فيها مشاكل كبيره بيناتهم زاد. والله صدقني وقسما بالله خويا اسلام، الموضوع هذا ساعه ما تبليش بيه. صحيح شفت الماتش فما شويه مشاكل في الفيراج تقريبا اذا مانيش غلط خويا، هذا ماهوش معقول
راهو يعني انا نحب الجمعيه وانت تحب الجمعيه، كي نتعارك انا وياك دي مصلحه الجمعيه. والله صح صح، نتعاركوا عملنا خرجه مثلا ولا الدخله اللي نحكيوا عليها ما تفهمناش فيها، نتعارك انا وياك، لكن مش تولي جروبات ضد جروبات. مانيش عارف انا هل هي العارك اللي صاير شخصيه بين بعضكم، والا تحبوا تحطموا وتعملوا مشاكل للنادي الافريقي ولكرة القدم التونسية بصفة عامة. هذا يا راهو ماذا بينا كما خالد ومختار، راهو ماذا بينا حتى ما نحبش نقول الدولة، نقول الحاكم يلزم ينتبه للأشياء هذية، ويلزم الأمور هذية يلزمها تقف. راهو ماهوش معقول، عائلة راهو عائلة واحدة، عائلة واحدة تصير مشاكل تصير، لكن ما نوصلوش الى العنف، ما نوصلوش الى منظرنا. يا جماعه يا توانسه يرحم والديكم، راهو العالم الكل يتفرج فينا، يرحم والديكم، خلنا نغسلوا صابوننا في ديارنا الداخل، ما تخرجوناش لبرا، راهو فضايح قاعده تصير. مش معقول الناس تتفرج، انا نتفرجوا، انا نتفرجوا في الخليج، انا نتفرجوا في بحدانا المغرب، انا نتفرجوا في الجزائر، انا نتفرجوا في مصر. الا احنا عندنا هالمشاكل هذه يا خويا، الله يستر نقول. ويا جماعه يرحم والديكم، راكم توانسة من بعضكم، لوجوا المصلحة تاع الفريق وليس المصلحة الخاصة. مروان غالي، لازم ميساج نتاع تحت اليوم للزوز الجروبات هذوما. والله اسلام خسارة كبيرة الحقيقة، جماهير النادي الافريقي خسارة كبيرة. انا اللي شفت معناتها المباراة اللي فاتت في رادس، رينا دخلة مزيانة، رينا جمهور معناتها الكل مع بعض، ومعناتها توفى بالطريقه ذيك. لا انا اليوم راهو مانيش باش نحكيو كيما نقولوا اليوم، نحنا كي باش نتكلموا نصلحوهم اغزروا على قليله الشعار النادي الافريقي. راهو اليوم معناتها النادي الافريقي من غير فيراجا ما يتسميش جمهور عندي انا. النادي الافريقي معروف بالفيراجا نتاعو. احنا شو نقولوا؟ نحنا اليوم توانسه في بعضنا بخيتو، نحينا توا من الكوره من كل شيء، ديما نقعدوا توانسه يد واحده، العرك معناتها ماكش باش توصل حتى شيء. نعرف راهو كيما نقولوا المصارن في الكرش وتتعارك، حتى احنا ساعات اخوه في الدار نتعاركوا ونرجعوا، باش يجي نهار اسلام وانا نقول لك خاطر صارت قبل في جروبات ورجعوا معناتها مع بعضهم، وليت كيما نقولوا لحمه واحده، باش يجي نهار وانا باش يقعد كله كلام، وباش ترجع لجماهير النادي الافريقي كيما كانت. واحنا شو نقولوا؟ احنا نعرف توا الاجواء سخونه وكل واحد كيف باش يقرا، اما انا نضمنك في قادم الايام باش يقعدوا كله حديث، باش تهدى نفوس وان شاء الله نعطي النادي الافريقي يرجع كيما كان. الحاجه اللي نحب نقولها والفينومين ما فهمتوش انا، علاش لي جروب وقت اللي يبدا طرح يبدا الماتش وتبدا الدخله يبداو متفاهمين ولعبت كل منظمه وترى في غناء توتانجو منعش شنو يصير؟ علاش ما صارتش المشكله وقت الدخله؟ علاش المشكله ما تصيرش وقت الدخله؟ نسالك في البيان، فما تلميحات لامور سياسيه، ما عرفتش كان قريتو بالباهي البيان، فما تلميحات لامور سياسيه تنجم تكون ولا لا صعيب؟ والله لا ما تنجمش تكون الحقيقه، مع لا دخل لنا فما شكون مصلحته يشعل معناتها الفكره والمشاكل. اذا كان فما اذا كان نحن في قبل الجمعه ولا جمعتين من الانتخابات ويخرج بيانين في تلميحات سياسيه، ما قلت لك الا على النيابه العموميه تدخل، فتح بحث تحقيقي، فما عباد مختصه تعرف شكون كتب البيان، شكون جابه، شنو تقصد، شنو كذا، ومن بعد القضاء تو يعطي يصدر القرار نتاعو. يصير المشاكل تصير لي دو جروب يدخلوا بعضهم، ومن بعد تعرف التصويره الاقرانيه اللي تبقى لنا شنو. انا اليوم باش نقولها، البوليس اللي يضرب في الواحد معناها فما مشكله كبيره. من بعد شفت وقت اللي يصير المشكله ما بين الجروب يدخل الامن، ورينا قريش من تصويره الامن بالمطراك ويضرب على الراس على شنو هذا، شنو الامن؟ شنو تحبوه معناها انت هنا؟ الامن تحبوا يدخل والا ما يتدخلش يخليكم تضربوا؟ معناها هنا لازم ما حاجه عاديه هنا، ما خاطر بعد الامن كي باش يتدخل راهو باش تبقى اخر تصويره، ما عادش مشكله الجروب باش تبقى التصويره نتاع الامني اللي قاعد يضرب في المشجع. هنا الحقيقه قلتها، هيكل ثقيل عنده مهمه كبيره بعد الريكروتمون، لازم يقعد مع الجروب. ما نعاودوش هيك بسرعه، انا اللي نحب نقوله في اول حاجه في خصوص التعامل الامني مع العركه نتاع المجموعات. رينا القيادات الجديده نتاع وزاره الداخليه تبنات استراتيجية جديدة في التعامل مع المجموعات. رينا اللي صار في رادس بين مجموعات النادي الافريقي، رينا الامن لم يتدخل اطلاقا وصارت الامور معناتها ممتازة على الاخر. انا اللي نقول شنو هو؟ بالله احنا خلينا نتسالوا، هو الصراع بين المجموعات على شنو هو؟
هو صراع من اجل النفوذ، من اجل المال، من اجل الزعامه. ساعات حتى على بلاصه في الفيراج إيه ليه هو الصراع مو حتى هو على صراع يا اسلام. هو المجموعات تكره بعضها لانها تتنافس. هي تتنافس من اجل شنو؟ تتصارع من اجل شنو؟ مو لازم نطرحوا السؤال هذا. المجموعات تتصارع من اجل النفوذ، من اجل المال، من اجل الزعامه. هي وعين مصلحه الفريق، المال ما عندوش علاقه بالمال، مصلحه النادي في هذه. واحمد عنده مشكلة أخرى، ما عندهم شكون يخرج يتكلم في الإعلام طول المجموعات هذه. أي ما يحبوش حتى يتكلموا في الإعلام. والله أمنيتي ماذا بيا نجيبوا واحد منهم وواحد من هنا وخنفضوا الحكاية معناتها قدام الناس الكل باش حتى الجمهور يفهم شنو صاير. والله نتمنى ماذا بينا أخويا، ما هما ما يحبوش معناتها يدخلوا في الإعلام. علاش لين نهديوا حتى يكون معنا شكون من هيئة نتاع نادي الفريق؟ علاش لين؟ باه نتعدى بقيه المواضيع يعني نمشيو فاصل. لا شفتي حتى باتصال اسلام لا ما يحبوش كونتر جمله الاعلام في عقيدتهم هكاك هما ما يظهروش. نمشيو فاصل قصير وبعد نكمل بقيه مواضيعنا اليوم.